ننتقل الآن لجولتنا الفنية الأسبوعية على السعودية، والتي ستشمل مهرجان الأفلام السعودية من جهة أخرى، ودعما من هيئة الترفيه للمواهب الشابة وبالتعاون مع عدة شركات. تم الاتفاق مع الشركات المنظمة للحفلات الفنية في السعودية على تقديم وصلات غنائية للفنانين والفنانات السعوديين الصاعدين لتوفير فرصة الغناء على المسرح وأمام الجمهور طبعا. كل هذا وأكثر نتابعه مع الزميلة سهى الوعل. أهلا وسهلا فيكم بجولتنا الفنية الأسبوعية على السعودية، وجولتنا هذا الأسبوع تبدأ مع مهرجان أفلام السعودية اللي انطلقت فعالياته واللي تم افتتاحه عبر احتفالية جمعت أهم صناع الأفلام السعودية اللي شاركت بهذه الدورة واللي تعد السابعة. المهرجان هذا العام سلط الضوء على الصحراء اللي يحمل شعارها وارتباطها بالصورة اللي تفتح الآفاق لصناع الأفلام نحو مشهد سينمائي أصيل بلقاءات مع فنانين ومصورين في مخيال الصحراء. المهرجان كمان هذه السنة أعلن عن إصداره مع هذه الدورة 4 كتب تشمل مؤلفات وأبحاث لأبعاد عدة في السينما، وهي عين الصقر لمجموعة من المؤلفين سينمات عربية للناقد محمد رضا، ولغز الواقع عنف الميديا في سينما مايكل هانيكاوي اللي كتبه أمين صالح، وأخيرا عين الآلة لحسن الحجين. وجدة تعالي بسرعة، بكرة تعالي بعباية على الراس. احتل فيلم وجدة السعودي للمخرجة هيفا المنصور واللي تم إنتاجه عام 2012 وكان من بطولة الفنانة ريم عبدالله والفنانة وعد محمد، ونافس في أهم المهرجانات العالمية وحصد العديد من الجوائز المهمة والترشيحات الكبيرة، المرتبة 30 في قائمة أفضل 100 فيلم عربي عن المرأة، واللي أصدرها مهرجان أسوان للمرأة وشارك بها أكثر من 72 ناقد من كل دول الوطن العربي. من البداية قلت لي دعما من هيئة الترفيه للمواهب الشابة وبالتعاون مع عدة شركات، تم الاتفاق مع الشركات المنظمة للحفلات الفنية بالسعودية على تقديم وصلات غنائية للفنانين والفنانات السعوديين الشباب في بداية كل حفلة، ممن يحلمون طبعا بفرصة الغناء على المسرح وأمام الجمهور بحثا عن من يكتشفهم ويقدم لهم فرصة العمر. مش أنا والله، مش أنا، أقسم بالله أنا. أنت ممسوس أو ملبوس. أعلن الموزع محمد ناقرو المسؤول عن توزيع فيلم مش أنا اللي تم تصوير جزء منه في الرياض، إن الجمهور السعودي قدر يحقق للفيلم رقم قياسي، طبعا هو الرقم الأول من نوعه لفيلم مصري خارج مصر. كسر الفيلم في السعودية ودول الخليج حاجز 17 مليون جنيه في يوم واحد، محققا بذلك أعلى إيراد دولي لفيلم عربي. لقى مقطع لأغنية قديمة للفنان رابح صقر، وهي أغنية أنا اللي عذابي من حبيبي وأنا اللي همومي من همومة، انتشار مرة كبير خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا، ونهالت تعليقات المغردين على الأغنية إعجابا بها خاصة من الجيل الجديد، رغم أنه عمر الأغنية أكثر من 30 سنة، والسبب زي ما قال المغردين أنه بساطة التنفيذ وجمال اللحن وعدم اختلاف صوت رابح وحيويته رغم مرور كل هذه السنوات.